نشر موقع المونيتور الأمريكي المرموق الذي يتابع المستجدات في منطقة الشرق الأوسط مقالاً تحليلياً لأستاذ العلوم السياسية المتخصص في شؤون دول الخليج كريستيان كوتس ألريسون، أكد فيه أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برز كزعيم دولة ثابت من خلال سياسات سموه الدبلوماسية، مما انعكس واضحا في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسموه في البيت الأبيض سبتمبر من العام الماضي. وسرد كاتب المقال التاريخ السياسي الحافل والمشرف لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه منذ أن عمل سموه حفظه الله كوزير للخارجية. هذا السجل والخبرة النادرة انعكست على النظرة الدولية لسمو الأمير كرجل دولة يحظى باحترام العالم. وأكد المقال أن زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف في مارس الحالي للكويت للتشاور حول القضايا الهامة في منطقة الخليج العربي لم تكن بمحض الصدفة، ولكنها زيارة هادفة ترجع إلى بروز دولة الكويت كوسيط هام وضروري جعلها جسراً بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف كريستيان أن دولة الكويت انتهجت سياسات سعت إلى التهدئة والتوازن بالإضافة إلى جهود الدولة الدائمة للوصول إلى حلول وسط للحفاظ على البنية الأمنية ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف كاتب المقال أن دولة الكويت قدرت قيمة الشراكات الإقليمية التعاونية والتوازن في الشؤون الدولية مع تجنبها الانحياز لطرف دون الآخر، فيما حضر سموه للقمة الأمريكية الخليجية مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بهدف إنعاش دول مجلس التعاون الخليجي. واستطرد الكاتب مضيفاً أن دولة الكويت ما زالت قادرة على التأكيد على ضرورة اتخاذ الدبلوماسية كمنهج إقليمي ودولي أمراً حيوياً، وذلك خلال السنتين من عضويتها كإحدى الدول الأعضاء العشرة في مجلس الأمن الدولي، حيث دأبت الكويت على دعم المبادرات الدبلوماسية والإنسانية وإعادة الإعمار في اليمن وسوريا والعراق بسبب توجهات القيادة الحكيمة. القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وضعت دولة الكويت في مكانة مرموقة، وإسهامات حضرة صاحب السمو على جميع الأصعدة وفي المحافل الدولية وحتى تتويج حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه من قبل الأمم المتحدة كقائد للعمل الإنساني. من أمام البيت الأبيض داليا الكومي، تلفزيون دولة الكويت، واشنطن.